بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا عدنا إليكم وجئنا إلى الفقرة الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين. انتهيت في اللقاء الماضي من الحديث عن صلاة المسافر وعن القصر والجمع. اليوم إن شاء الله نتعرف على سجود السهو. السهو يعني إيه؟ السهو يعني النسيان، ورب العالمين يقول في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كم من دعاء سيدنا النبي، وكان النبي يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب لو أنا سهيت في الصلاة في أشياء لو سهيت عنها أسجد للسهو وفي أشياء لا يجزئ السهو عنها، يعني مثلا لو أنا نسيت قراءة الفاتحة في الصلاة، الفاتحة ركن، لو أنا نسيت الركوع، الركوع ركن، لو أنا نسيت السجود، السجود ركن، لو أنا سجدت سجدة واحدة وقمت للركعة الثانية يبقى ده لا يجبر بسهو، الركن لا يجبر بسهو. طب السنة تجبر بسهو، لو أنا نسيت مثلا تكبيرات الانتقال، لو أنا مثلا نسيت التشهد الأول أقوم أكمل وقمت للركعة الثالثة، كمل صلاتك وتسجد للسهو. السهو باختصار هو إن الإنسان يسهو في صلاته أو يشك في عدد ما أتى به من ركعات. أنا جبت ركعتين ولا ثلاثة في المغرب يبقوا اثنين، جبت ثلاثة ولا أربعة في الظهر والعصر والعشاء يبقوا ثلاثة. لو شك المصلي في عدد ما أتى به من ركعات يعمل إيه؟ يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. تاني، لو شك المصلي في عدد ما أتى به من ركعات يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. أنا بصلي صلاة الظهر وبعدين شكيت أنا صليت ثلاثة ولا أربعة يبقوا ثلاثة، وأقوم أجيب الركعة الرابعة وبعدين أجلس للتشهد الأخير وقبل ما أسلم أسجد سجدتين للسهو. طيب العلماء اختلفوا، سجود السهو بيبقى إمتى؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعض العلماء قالوا إذا كان الصلاة فيها نقص يبقى السجود قبل السلام، طب لو الصلاة فيها زيادة يبقى السجود بعد السلام، لكن احنا بناخد برأي الشافعية في هذا الموضوع، وهو رأي الجمهور يعني الراجح ان على اي الاحوال نقص او زيادة اسجد سجدتين قبل السلام عشان الناس العوام لا يختلط عليهم الامر. انا سهيت عن التشهد الاول، يبقى حضرتك قبل ما تسلم هتسجد سجدتين للسهو، هتسجد سجدتين للسهو. اقول ايه في السجدتين؟ اما ان تقول سبحان ربي الاعلى أو أن تقول جل من لا يسهو، ديت صحيحة وديت صحيحة. يبقى سجود السهو معناه النسيان، السهو معناه النسيان، أنا هجبر النسيان والخلل اللي حصل مني في الصلاة بسجدتين، سجدتين سهو بعد التشهد الأخير وقبل السلام. أقول فيهم إيه؟ أقول سبحان ربي الأعلى أو أقول فيهم جل من لا يسهو. طيب لو أنا عايز مسهيش في الصلاة يبقى لما تيجي تصلي استحضر عظمة الله جل وعلا وأنت تصلي، وأنت واقف كده تقول الله أكبر ونويت الصلاة، انسى الدنيا وما فيها، أقبل على الله جل وعلا، هو الخالق والرازق والمصور، هو البارئ، هو المكون، هو المبدع، هو الموجد لهذا الكون من عدم ومن عدن، فانشغل بالله عما سوى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى كده فهمنا يعني ايه سجود سهو وامتى نسجد للسهو. لو زيادة هيبقى او نقص حتى اتفقنا ان هتبقى السجدتين قبل الايه؟ قبل التشهد الاخير، ونسلم بعد ذلك والصلاة صحيحة. والمأموم تابع للامام، لو الامام سهى وذكره المأموم فلا بد للإمام أن يسجد للسهو، ولازم المأموم يتبع الإمام في سجود السهو، يسجد معه ويسلم معه.
نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.